الشفق. نعم سهم ايه وهنا ايه؟ امشي قدام حصلش. من قال له ايه؟ اصدق الله يصدق. خليك صادق مع الله هيتيجي اللي انت عايزه ويجي في الغزوه اللي بعدها على طول. يبص عليه ويلاقيه مضروب بسهم من هنا وطالع من هنا. فينظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اهو هو؟ هو الذي كان بيسال؟ قال هو هو يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. هو تمنى. تمنى ايه؟ تمنى الشهاده بس ما كانش منافق. كان ايه؟ كان صادق. فاعطاه الله شرف الشهاده. ما نطولش عليك العمره. العمره يا جماعه ليها ثلاثه اركان. كم ركن؟ ثلاثة. كم ركن؟ ثلاثة. وكم واجب؟ اثنين. والسنن كتير قوي. سنن كتير قوي. بس احنا بنتكلم عن ايه؟ حاجة حاجة كده عشان ما ندوش. واجبات العمرة أركان العمرة ثلاثة. طب ايه الفرق بين الركن والواجب؟ الركن إن تركه العبد عمدا أو سهوا بطل العمل. بطل العمل. طب الواجب ان تركه العبد يجبر بدم او بصيام. يجبر بدم يعني يجبر بدم يعني عليه شاه يذبحها وتفرق على اهل مكه ولا ياكل منها هو شيء لان ده الدم عندنا في الاسلام نوعين في دم شكران ودم جبران. دم الشكران زي العقيقه زي الاضحيه زي الوليمة زي الوخيمة. ما هي الوخيمة؟ ايه الوخيمة؟ طب ايه العقيقة؟ طعام المولود. طب ايه الوليمة؟ طعام العرس الفرح. طيب ايه هي الوخيمة؟ طعام الميت. لو واحد مات الذبح اللي بيذبح يعني انا مثلا ضربت وذبحت ذبيحة علشان الناس اللي جاية تعزي أأكلهم. قلت له نعم أكلهم أنا. أنا اللي أذبح وأنا أأكل. الناس جاية تعزي وأنا اللي أقفل. دي من السنة. قال جعفر حينما أتاهم من عند الله آية قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. دي من السنة. من السنه ان احنا نصنع طعام لاهل الميت ووديه طعام للناس اللي جايه تعزي من الناس جايه تسافر. نقدم لهم طعام عشان ياكلوا. الطعام ده اسمه ايه؟ وخيمه. اسمه ايه؟ وخيمه. وخيمه. المهم دم الشكران اللي زي الاضحيه الوليمه الوخيمه العقيقه ده دم شكران ممكن تاكل منه. طب دم الجبران ايه دم الجبران؟ من اخطا خطأ في حج او عمرة عليه دم ممنوع ياكل منه. ومن نذر نذرا واحنا في التاريخ نذر علي لاذبحن خروفا واوزعه كله لله. انت نذرت خروف كامل ما لكش حاجه منه خالص ولا حتى شويه شرب هم من العظم ما ينفعش. المهم يبقى الركن ما ينفعش تسيبه. الواجب لو سبته وذبحت عن الخطا كل خطا ترتكبه ذبيحه يرفع عنك هذا الايه؟ الخطا. طب ايه اركان العمره؟ ثلاثه. اول حاجه النيه. والنيه ركن في جميع الاعمال. طب ايه هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. كل الاعمال كل الاعمال يعني الصيام ركن فيه النيه. اي يعني لو واحد ما كانش من الصبح لحد المغرب ومش ناوي يصوم ما يبقاش صايم ومش ناوي يصوم ما يحسبش صيام لان النيه مش موجوده. ده لو واحد في نهار رمضان نوى يفطر وما فطرش فطر. ده ما حطش حاجه ممنوع فطر. انما الاعمال بالنيات. يعني لو واحد مثلا
كان هيعمل شغلانة ولا زينا مش هسوق جواه كده مصر لا الموضوع سهل كويس ده اصغر بس لازم اخد الارض لا كمل سابع ما ينفعش انت نويت الافطار فطرت مجرد النية فتنوى الافطار فطرت فاول ركن من اركان جميع الاعمال هو النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى طب الركن الثاني يبقى اول حاجه النية طب الركن الثاني الطواف بالبيت دوك طب الركن الثالث السعي بين الصفا والمروه الطواف سبع والسعي سبع يبقى اول نيه علينا كلنا النيه اول ركن الركن الثاني الطواف بالبيت سبع اشواط تبدا من الحجر الاسود وتنتهي عند الحجر الاسود وعلى فكره اسمه الحجر الاسود مش الاسعد اسمه ايه الاسود قال صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من السماء وهو ابيض من اللبن ولكن اسود من خطايا بني ادم اسود من اعمالنا ما كانش كده كان ابيض اسود اسم الحجر ايه الاسود بيبدا من الحجر الاسود يخليه على ايده الشمال ويبدا يطوف ويرجع له تاني يطوف قد ايه لازم سبعه طب بعد الركن الطواف ده الركن الثاني ايه السعي بين الصفا والمروه ويسعى قد ايه يسعى سبعه الصفا بتاخد الارقام الفرديه يعني واحد ثلاثه خمسه سبعه المروه بتاخد الارقام الزوجيه يعني اثنين اربعه سته النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدا بما بدا به الله ان الصفا بدا ربنا بايه بالصفا احنا في السعي بنبدا بالايه بالصفا ان الصفا والمروه بتبدا من الصفا رايح المروه ده بتحسب شوط شوط رقم كام واحد طلعت فوق المروه ونازل رايح الصفا اسمه شوط رقم اثنين طب طلعت الصفا ونازل رايح المروه يبقى شوط رقم ثلاثه يبقى الارقام الفرديه كلها دي تبع ايه الصفا والارقام الزوجيه تبع مين المروه يبقى بتبدا بالصفا وتنتهي عند المروه كم شوط لازم سبعة ما ينفعش ثلاثة عند الشيخ ما ينفعش طب الطواف ممكن اعمل شوطين على رأي الباب بتاع امبارح اخد لفة وامشي لا لازم سبعة بس ممكن تريح بين كل شوط شوط ممكن تريح لكن مش ممكن تاخد شوط واحد يقول انا كده طف لا لازم قال صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت اسبوعا اي سبعا كان كمن اعتق رقبه اللي يطوف سبع اشواط في بيت الله الحرام اكنه اعتق ايه يا جماعه؟ رقبه يبقى اركان عمره ثلاثه النيه الطواف السعي طب واجبات العمره اثنين كم واجب؟ اثنين الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات ده الواجب الأول، الواجب الثاني الحلق أو التقصير. يبقى الإحرام من الميقات، يعني إيه ميقات؟ حدد النبي صلى الله عليه وسلم خمس أماكن. خمس أماكن تحيط بمكة، وقال عنها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يعني إيه هن لهن الأماكن دي أنا مثلا من مدينة رابغ وعايز أطلع حج أو أعمل عمرة وأنا في بيتي أحرم ليه؟ لأن أنا من أبناء مدينة رابغ أنا من منطقة ذو الحليفة هي في المدينة المنورة. أنا من ذو الحليفة وعايز أطلع من عمرة أو أحج، وأنا في بيتي، وأنا في بيتي أحرم
من بيتي من المكان اللي انا فيه هن لهن يعني لاهلهم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. طب انا مش من رابغ، انا من مصر بس وانا رايح السعوديه لازم اعدي على مدينه رابغ، يبقى احرم من رابغ اللي اسمها الجحفه. الجحفه ده ميقات مصر والشام، اهل مصر والشام، وكل من اتى من هذا الطريق اي حد رايح مكان من الحته دي لازم يحرم من الحته دي. طب انا عديت المنطقه دي وما احرمتش، ارجع تاني لحم، ما اقدرش ارجع، خلاص احرم من الحته اللي انت فيها بس عليك دم، لازم تذبح شاة وتوزعها وما تاكلش منها حاجه لان انت غلطت، وغلطتك دي ما ينفعهاش الا الدم. يبقى يا اخواني الواجبات العمره كام؟ اثنين. طب كان العمره؟ ثلاثه. واجبات العمره؟ اثنين. اول واجب الاحرام من الميقات. طب صفة الإحرام إيه هي؟ صفة الإحرام، يعني شفنا عن إزاي الإحرام ده؟ الإحرام عبارة عن إزار ده بيبقى من تحت، ورداء ده بيبقى من إيه؟ من فوق، يبقى إزار من تحت دوت، اللي تحت اسمه إزار ومن فوق اسمه إيه؟ رداء. كفن، تغتسل، تتطيب، وتيجي تلبس الإيه؟ ملابس الإحرام، ملابس الاحرام. الجزء اللي من تحت هما حتتين بس، عشرون ثلاثة واربعة وخمسة، حتتين بس، ولا يكون مخيطا. ومعنى كلمة مخيط اي محيط، يحيط بالجسد اي مفصل على الوضع الذي عليه الجسد. يبقى احنا لما نيجي نتكلم على ملابس الاحرام بيحط رداء على كتفه وخطي بالكتفين، والازار يخطي بالجزء اللي من تحت. ده الواجب الاول. ثاني الواجب الثاني انه بعد ما ينتهي من العمرة خالص يا اما يحلق شعره نهائي، ده افضل، رحم الله المحلقين. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين، يعني الناس اللي قصروا، ولابد التقصير يعم جميع اجزاء الجسد. يعني من الاخطاء الشائعه في العمره انك على جبل المرء، فوق جبل المرء تلاقي جماعه الهنود وبنجلاديش وكده جايب نص بريال وقاعد هناك تحلل 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 تحلل، يقول لك هديله والقاسه كده وعامل له ايه؟ شعرتين من كل حته، يلا 5 ريال. ده ما ينفعش، لابد ان يعمم الراس كله، كل شعر هيتاثر منه قدر المستطاع، لكن تاخد بتاع كده لا لا. الافضل انك انت تعمل نفس تعمل ايه؟ تجيب هزيمك؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم: انما الحلق للرجال والتقصير للنساء. الست تعمل ايه؟ تقصر، لكن الراجل يحلق. طيب الست تعمل ايه؟ لا. عندها دفيرتين مثلا، تجيب ضفيره وتاخد منها ربع سم كده، والضفيره الثانيه تاخد منها ربع سم، لو عندها قصه تجمعها برضه تاخد منها ربع سم. يبقى لازم الحلق التقصير ده يعمم من جميع الشعر، جميع ايه يا جماعه؟ الشعر. يبقى اللي ينوي العمر ويروح يطوف بالبيت، اللي ينوي العمر ويحرم من الميقات ويطوف بالبيت 7 اشواط ويسعى بين الصفا والمروه ويحلق او يقصر كده عمل عمره وخد ان شاء الله الثواب. طب اقراها ايه؟ قبل العمره دي ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: العمره الى العمره مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. طب نعمل العمره بقى سريع كده في اقل من 5 دقائق. نعمل العمره، انا خارج من بيتي اهو، هدومي اهو، عباية عليا، لو طالع طيران، لو انا طالع ايه؟ هركب طيار، مش هينفع احرم في الطيار، ده حرم واحد ساعات ما فيها 400 بني ادم، هيقضي منها لمين؟ طب اعمل ايه في الحاله دي؟ ومش هلحق هناك، ده بيعدي عليا في 7 دقائق وخمس دقائق كمان. ما بتاخدش معاه 5 دقائق، المدينه كلها يكون اجتازها وطلع منها. طيب نعمل ايه؟ انت في بيتك تستعد للاحرام، ما تقولش تحرم، استعد للاحرام، تغتسل وتتطيب وتلبس ملابس الاحرام. وتطلع من البيت عادي خالص.
ممكن تاكل تشرب تحط ريحه عادي، انت لسه ما احرمتش، انت مستعد بس للاحرام. اول لما نيجي عند الميقات الطيار او قبطان السفينه او الاوتوبيس يقول يا جماعه احنا داخلين على منطقه الاحرام، لابد ان تنوي الاحرام. تقول ايه؟ لبيك اللهم عمره، فيسرها لي وتقبلها مني. اقول هو عارفش ليه محلها القلب. يجوز التلفظ بالنية في الحج والعمرة. تقول ايه؟ اللهم لبيك عمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وتبدأ في التلبية. ايه هي التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أقولك المرة دي لحد ما تشوف الكعبة، طول ما أنت لسه ما وصلتش للكعبة شغال في التلبية وصوتك ما وصلش، صوت عالي على قد ما تقدر، لأن مفيش حاجة هتسمعك إلا وتشهد لك يوم القيامة أنك سرت عليها ملبيا لله جل وعلا. هتشهد لك. وصلت الفندق لبيك اللهم لبيك، بتنزل الشنط لبيك اللهم لبيك، حطيت حاجتك ورايح المسجد الحرام طول الطريق لبيك اللهم لبيك، وصلنا المسجد الحرام شفنا الكعبة قطعنا التلبية. نقول ايه؟ اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وإجلالا ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وتبدأ تدور على الحجر الأسود. أقرب مكان يوصلك الحجر الأسود باب الملك عبد العزيز. خش من باب الملك عبد العزيز تلاقي نفسك داخل على الحجر الأسود على طول. أول ما توصل عند الحجر الأسود قبله، مش قادر المسه، مش قادر بعصايا المسه، مش قادر شاور عليه. تقول ايه؟ بسم الله الله أكبر. في رواية اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وتبدأ. بس أبدأ ايه بقى؟ أول لما هبدأ كتف اليمين ده أبينه، وكتف الشمال ده أغطيه. ودي أول سنة من سنن العمرة، ودي بنسميها الاطباع. الاطباع، الاطباع إن أنا أبين الكتف اليمين. وأبدأ في السنة الثانية اللي هي سنة الرمل. سنة الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث بس. أبدأ كده أكني أنت عارف الجارية الرياضية لما يكون لعيب كرة بيتدرب كده، ولا الناس بتوع الحركة بتاعة القوات المسلحة دي، عايزين حركة قوية في الشوط الأول والثاني والثالث بس. طيب أنا قلت أهو عمال أعمل الرمل، رحت اتحركت من الحجر الاسود وانا بعمل الطواف ده، اقول ايه؟ اقول اي حاجه، اي دعاء عشان تبقى شاطر عشان ما تتلخبطش. خلي مثلا الشوط الاول كله استغفار، الشوط الثاني كله دعاء، الشوط الثالث كله مثلا انت استغفرنا دعينا، انت الشوط الثالث خليه اذكار، الشوط الرابع خليه قران، الشوط الخامس يعني نوع في الاذكار عشان ايه؟ ما تتلخبطش. يعني الشوط الاولاني استغفر الله استغفر الله، ممكن الشوط الثاني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ممكن الشوط الثالث اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم عافيني اللهم اهدني اللهم ارزقني اللهم اشكرني الدعاء. بس في حته بقى عند الركن اليماني، الركن اليماني مثلا هنا الحجر الاسود هنا، تيجي عند الحته دي بتقول دعاء واحد بس على المولى النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الايه؟ النار. وصلت عند الحجر الاسود كده اتحسب كام؟ شوط واحد. الشوط الثاني برضه في الطباع، الطباع في السبع اشواط كلهم، وده في طواف القدوم بس، طواف الايه؟ القدوم بس.
طيب والرمل الشوط الاول والثاني والثالث، الاول والثاني والثالث بتعمل رمل طواف القدوم بس. طيب طواف العمره، طواف القدوم ده اسمه طواف العمره يعني. عملت الشوط خلاص، وصلت لحد الحجر الاسود، قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اتحسب شوط. طب وانا بطوف واحدثت يعني انتقض وضوئي، اكمل طواف؟ لا، الطواف كالصلاة، غير انه احل لنا الكلام فيه، تروح تتوضا وترجع. طب اكمل على اللي فات ولا عيد من الاول؟ لا، كمل على اللي فات، كمل على اللي فات، لان كل شوط مستقل عن الاخر، ممكن تريح كمان بين الاشواط. خلصت السبع اشواط؟ ايوه. اول لما تخلص ورا مقام ابراهيم، غطي كتفك كده، مقام ابراهيم بتاع الذهب اللي انت بتشوفها كده، القبه الذهبيه دي لو انت بصيت فيها كده هتشوف مطرح ما علمت اثر قدمي ابراهيم عليه الصلاه والسلام موجوده لحد اللحظه دي. تيجي خلف المقام تكبر وتصلي ركعتين، الدنيا زحمه تصلي في اي حته ثانيه، بس ربنا قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. صلي كم ركعه؟ ركعتين. في الركعه الاولانيه قل يا ايها الكافرون، الركعه الثانيه قل هو الله احد. طيب خلصت ركعتين، ظهرك على طول وراك على طول زمزم، زمزم تجري على زمزم وتشرب منها لحد ما تتروي، لحد ما الضروع تتملي ميه كده، تضلع من ماء زمزم، تشرب كتير قوي على قد ما تقدر، شربت وبدأت ترجع للحجر الاسود تاني ماشي، ما قدرتش تبدا تقول من الصفا لحد ما توصل لجبل الصفا، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وصلت الصفا؟ اه. ايه ظهرك للجبل؟ بص للكعبه وترفع عليك السماء، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده نصر عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده. تدعي الدعاء ده وانت بتبص على ايه؟ على الكعبه، وتدعي زي ما انت عايز، وتنزل بعد كده لحد الايه؟ المروه. صلت على المروه، اه، ظهرك للجبل وشك ظهرك للجبل، وانت وشك للكعبه، وقول نفس الدعاء. عملت الموضوع ده يبقى انت كده خلاص طفت شوط اول من الشوط الاولاني، من الصفا للمروه شوط، من المروه للصفا ايه يا جماعه؟ شوط. خلصت الاشواط السبعه. طب وانا في الاشواط بعمل ايه؟ نفس اللي عملناه في الطواف، ذكر، دعاء، تسبيح، استغفار، قران، كل حاجه ما تقعدش ساكت. وفي علامات اخضرين مسافه كده فاضله حوالي بتاع 20 متر، اول لما تيجي عندها بتبدا بحاجه اسمها الهروله، تجري، دي للرجاله مش للستات. وصلت المروه الشوط السابع كده العمره تمت، اول لما توصل هناك تجري على الحلاق، هاتها لي زيرو يا عم الحاج، خدها على الاخر لك بكل شعره ان شاء الله حسنه، وتبدا صفحه جديده مع الله. ويا اما تقصر من الشعر، حلقت او قصرت كده انت احل لك كل شيء، العمره بتاعتك انتهت. اكتر عمره بتاخدها ساعتين، تقضي العمره في ساعتين اثنين، ترجع الفندق بتاعك، تغير ملابس الاحرام وتتشطف وتلبس هدومك وتنزل وترجع بيت الله الحرام. كل ما تخش البيت تصلي ركعتين سنه وتطوف، كل ما تخش البيت صلي ركعتين سنه وتطوف، على قد ما تقدر طوف كده تمت العمره بتاعتك. ان شاء الله لنا في المرات القادمه بعض الفتاوى المتعلقه بالعمره واخطاء بعض المعتمرين، ازاي ان احنا نؤدي عمره كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم، لان في ناس هنا معانا في المسجد طلع عمره بعد ايام، هو ده اللي خلانا نتكلم. في ناس برضه طالعه الحج بعد شهر او شهرين، هتسافر الحج، موجودين برضه معانا ووصونا ان احنا نتكلم. طبعا انا ما اتكلمتش عن الحج لسه، ولكن برضه هنتكلم عن الحج وهنتكلم
نشرح الحج عشان خاطرهم وهم يطلعوا يقولوا عمره بس ما ينسوناش الدعاء. ما ينسوناش الدعاء. الناس اللي طالعه ديت تروح وتيجي بألف سلام وتدعي لنا هناك ان ربنا يرزقنا زيارة بيته الحرام وزيارة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ما ينسوناش الدعاء. احنا مش عايزين منهم كل اهل المسجد قال حاجة واحدة بس. عايز منهم حاجة عم الشيخ. ولا عايزين طريق عم ابراهيم. ولا عايزين سبحة. ولا عايزين ازاي سبحة ولا اي حاجة. عايزين عم ابراهيم. عايزين دعوة صالحة. دعوة صالحة. مش عايزين اي حاجة غير ان هو يقول يا رب ارزق كل مشتاق يجي هنا انه يجي هنا. هذه رواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة من الأخطاء الشائعة الناس بتقول تحية البيت الطواف. الموضوع ده جه بس من كثرة عدم الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا واحد من الناس كان حديث مش صحيح. أنت ليه أول ما دخلت المسجد الحرام بلأت على الحجر الأسود وجريت وبلأت الطواف؟ أقول له علشان أنا في عبادة. أنا داخل عبادة نصر شعائر مناسك. أول المناسك بتقول لي طوف ما كنتش صلي. دخلت بدأت بالطواف إلا إذا كنت في نصر. إذا كنت في نصر ما تخش في نصر ما بتصليش سنة لأن أنت العمرة واحد اثنين ثلاثة زي ما علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تخش ابدأ بالطواف. ليه؟ لأن أنت في نصر. طب خلصت النصر بتاعي دخلت الحمام ورايح المسجد تاني أقول له ابدأ بالطواف؟ لا لأنه خرج من الإيه؟ النسك. ده بيعمل إيه؟ صلي ركعتين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، مسجد التعاون. أه؟ صلي ركعتين برضه ولا مش مسجد؟ مسجد. مسجد أم القرى زاوية في بيت تحت بيت صلي ركعتين. الأرض مسجدا وطهورا جعلت النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنصلي تحية ركعتين في بيت الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. طبعا فرق الصلاة لا يمكن تتخيله. الصلاة هناك بمئة ألف صلاة. يعني الناس اللي صلت الفجر في الكعبة مئة ألف فجر. صلى الظهر مئة ألف ظهر. تخيل اللي صلى في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم ألف فجر. صلى ألف فجر. اتكتب كده ألف فجر. يقينا اللي صلينا هنا فجر واحد يزيد عن صلاة الفرض 25 درجة أو 27 درجة. فالموضوع يا جماعة موضوع عظيم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحج والعمرة. اللهم ارزقنا جميعا الحج والعمرة. اللهم ارزقنا جميعا الحج والعمرة. اللهم ارزقنا بزيارة بيتك الحرام والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والشرب من ماء زمزم. اللهم ارزقنا جميعا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا صيامنا.